تواصلت المعارك اليوم بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي غرب مدينة تعز، وأعلن المركز الإعلامي للمقاومة عن مصرع 13 مسلحا حوثيا واستشهاد 5 من رجال الجيش والمقاومة في معارك استعادت فيها المقاومة على قرية الخور في الربيع. كما واصلت الميليشيات قصف الأحياء السكنية بعد يوم من قصفها لحي وادي القاضي السكني شمال مدينة تعز، متسببة في مقتل طفل وإصابة 5 آخرين. صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما نفذته الميليشيات الحوثية على التبة الحمراء والباصهيب في منطقة كرش شمال لحج، وتدخلت مقاتلات التحالف من خلال قصفها لتجمعات الميليشيات الحوثية. عاودت مقاتلات التحالف العربي قصف المواقع التي يسيطر عليها الانقلابيون في العاصمة صنعاء، واستهدفت بعدة غارات صباح اليوم معسكر ألوية الصواريخ في فج عطان والكلية الحربية في الروضة ومعسكر الخرافي. تمكنت منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة مأرب، ودمر الباتريوت الصاروخ الأول بنجاح منتصف ليل أمس، في حين دمر الصاروخ الثاني في الساعات الأولى من فجر اليوم. قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في صفحته على الفيسبوك إن قوات خاصة ضبطت في محافظة المهرة 5 شاحنات محملة بالسلاح كانت في طريقها لميليشيات الحوثي وصالح، دون أن يذكر المركز المزيد من التفاصيل. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن اعتداء الميليشيات الحوثية على سفينة إماراتية مدنية كانت تقوم برحلة عادية لنقل الجرحى والمصابين المدنيين يعد عملا إرهابيا يعرض الملاحة الدولية في باب المندب لخطر جسيم ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، كما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.